ده السطر رقم 95. طيب انا قفلت المضلقة فوق، اول حشو كان في السطر، واحنا عندنا هنا 9 حشو. تمام. المفروض ان انا هعمل فوقيهم 7 حشو، فبنفوت اول واحد واخر واحد. تمام. طيب احنا كنا بادئين ب6 حشو، هنعمل هنا 5 حشو ونتجاهل اخر واحد، ولما نيجي نقفل السطر هيبقى باقي عندنا 2 حشوين هنعملهم. طيب هرتفع سلسلة وحشو فوق اول حشو، اول حشو كان في السطر. تمام. هكمل كمان 4 حشو فوق 4 حشو كده، 3 4 5 بما فيهم اول واحد. تمام. اخر واحد انا مشتغلتش فوقيه، وهنتجاهل كمان الحشو البريد. طيب الاول هعمل 3 سلاسل، وهاجي مباشرة فوق غرزة الفشار، وهنعمل التناقص اللي بنعمله فوقيها، بريد غير كامل فوق البريد الاول، وبريد غير كامل فوق البريد التاني، واقفل خيوطي مع بعض. تمام. 3 سلاسل مرة تانية، هتنقل لي 9 حشو على طول، بتجاهل الفراغ والحشو البريد واول حشو، واتنقل لي تاني حشو، وابدأ اول حشو من 7 حشو. مرة تانية اول حشو واخر حشو من 9 حشو مبنشتغلش فيهم، بنشتغل فوق السبعة اللي في النص بس، وبنعمل فوقيهم 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 و7. تمام. 3 سلاسل، هتنقل لي البريد والأعمدة، بنتجاهل آخر حشو من 9 حشو، والحشو البريد وفراغ السلاسل. طيب هاجي هنا فوق أول بريدين وهنعمل تناقص. تمام. يبقى انا عملت تناقص بريد غير كامل وبريد غير كامل، واخدت خيوطي مع بعض سلسلة. عندي 3 أعمدة في النص، هعمل فوق اول واحد بريد بلفة، وفوق التاني هعمل بريدين 2 1 2، وفوق التالت بريد 1 سلسلة. البريدين اللي بعد كده هعمل فوقيهم تناقص. 3 سلاسل، 2 3، واتنقل لي 9 حشو، بتجاهل اول واحد. تمام. وفوق تاني واحد نبدأ نعمل 7 حشو بتوعنا، 1 2. التالت ده زي اول حشو احنا بدأنا بيه الباترون بتاعنا. احنا كده بدأنا نكرر الباترون ده رقم 7. تمام. باقي عندنا حشو هنتجاهله. طيب نكرر الباترون مرة تانية مع بعض. ثلاث سلاسل، مباشرة فوق غرزة الفشار نعمل التناقص، بريد غير كامل فوق البريد، وبريد غير كامل فوق البريد، واخد ال3 خيوط بتوعي مع بعض. 3 سلاسل، هتنقل لي 9 حشو، بنتجاهل اول واحد، ومن تاني واحد نبدأ نعمل 7 حشو فوق 7 حشو. ستة وسبعة. 3 سلاسل، مباشرة على المروحة اللي في النص هنا دي، عندنا اول بريدين، بريدين 3 أعمدة بريدين، اول بريدين هنعمل فوقيهم تناقص، بريد غير كامل وبريد غير كامل،
واخد خيوطي مع بعض، بعده سلسلة. الثلاث أعمدة اللي في المنتصف أول واحد هعمل فوقيه بريد واحد، اللي في النص بعمل فوقيه بريدين اتنين، واحد اتنين، والتالت بعمل فوقيه بريد واحد. سلسلة البريدين اللي بعد كده هعمل فوقيهم تناقص بريد غير كامل وبريد غير كامل، واخد خيوطي مع بعض. ثلاث سلاسل مباشرة على التسعة حشو، بتجاهل اول واحد وفوق تاني واحد، نبدأ نعمل سبعة حشو فوق سبعة حشو، اتنين تلاتة، التالت ده تالت حشو زي اول حشو بدأنا فيه السطر. سبعة، تمام. ده بطرون السطر بتاعي، هنخلصه ونقفل بمنزلقة فوق اول حشو كان في السطر. احنا بقينا هنا حشوين، قبل ما نقفل السطر نتجاهل اول حشو وباقي حشوين، ونقفل بمنزلقة فوق اول حشو كان في السطر. خلص السطر بتاعي ونرجع تاني.